السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تم ترويج خبر زائف على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يروج لشائعة أن وزارة الداخلية تخبر المواطنين والمواطنات أن يوم 27 من هذا الشهر الجاري سيتم إغلاق جميع المحاور الطرقية بين المدن والعمالات والأقاليم، وأنها تهيب بمن أراد السفر التوجه إلى أقرب مقاطعة لاستلام ورقة السفر، وذلك ليوم 24 و25 من هذا الشهر. ونفى مصدر مسؤول من وزارة الداخلية نفيا قاطعا، كما أكد كذب هذا الإعلان الذي خلق بلبلة بين صفوف المواطنين. كما أكد نفس المصدر أن الداخلية لم توجه أي إعلان رسمي بخصوص موضوع السفر بمناسبة عطلة عيد الأضحى، مؤكدا أن الداخلية لم تدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مقاطعة لاستلام ورقة السفر يومي 24 و25 يوليو الجاري. وكشف الوزير أن عيد الأضحى على الأبواب، وهو مناسبة اعتاد فيها المغاربة من الالتفاف حول مائدة واحدة أكثر من أي وقت آخر في السنة. وقد اعتاد المغاربة أن يقضوا هذه المناسبة مع عائلتهم الصغيرة والكبيرة على حد سواء، إلا أن عيد الأضحى لهذه السنة يأتي في ظرفية استثنائية وعصيبة، وهو ما يقتضي التحلي بالنضج والمسؤولية من خلال تفادي الزيارات التي لا تعتبر أساسية وضرورية. نشكركم على حسن المتابعة.